بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يلتقي وفداً من منظمة أنترسوس الإيطالية ويثمن دورها الملموس في المحافظة. مطالب أمنية وحقوقية تمخض عنها اللقاء التشاوري لأبناء الوادي والصحراء مع السلطة المحلية بحضرموت. استمرار برنامج التواصل من أجل التنمية بهدف دفع المجتمع نحو الخدمات الطبية في ساحل حضرموت. أهلا بكم. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكين فرج سالمين البحسني وفدا من منظمة أنترسوس الإيطالية برئاسة مديرة البعثة في اليمن إيفلين ليبورنت. وثمن محافظ حضرموت الدور الكبير والملموس الذي حققته المنظمة في حضرموت وجهودها في تقديم الخدمات الصحية المختلفة، مشيرا إلى أهمية استمرار الجهود لمساندة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومساعدتها على القيام بمهامها في خدمة المواطنين. وأكد المحافظ على تقديم التسهيلات اللازمة للضمان نجاح عمل ومهام المؤسسة في كافة المديريات. من جانبها عبرت مديرة البعثة عن استعدادها بتقديم كل ما يلزم من خدمات صحية في كافة المديريات للمواطنين والتزامها بكل الإجراءات التي تحددها السلطة المحلية بالمحافظة. وتقدمت مديرة البعثة بالشكر والتقدير للسلطة المحلية بالمحافظة على دعمها لأنشطة المؤسسة واهتمامها بتوسيع نشاطها وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان أداء عملها بالشكل المطلوب. اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء روكن فرج سالمين البحسني على أوضاع مديرية الضلاعة وسير العمل في مشاريع التنموية فيها. جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام المديرية ثابت با مسدوس للبحث عن جملة من القضايا والمشاريع التي تهم أبناء المديرية في جانب الخدمات وخصوصا مياه الشرب. كما التقى محافظ حضرموت بالشخصية الاجتماعية عبود بن سلمان وممثل مؤسسة العمق للتنمية البشرية وأحد رجال البر والإحسان الممولين لمشروع حفر بئر مديرية الضلاعة مناصفة بينه وبين مؤسسة العمق. وتتحمل السلطة المحلية بالمحافظة فارق إنجاز العمل. وأكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بمديرية الضلاعة وتوفير الاحتياجات الضرورية لأبنائها، مشيدا بدور المؤسسات الخيرية ورجال الخير إلى جانب السلطة ومساهمتهم في إنشاء المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين. أقر اللقاء التشاوري لمشايخ ومقادمة وأعيان مديريات وادي وصحراء حضرموت مع السلطة المحلية بالمحافظة في مدينة المكلا العديد من المطالبات الأمنية والحقوقية، منها تجنيد قوة حضرمية للإمساك بزمام الأمور بالتزامن مع زيارة لقيادات عسكرية رفيعة المستوى لمدينة سيئون. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تمخض اللقاء التشاوري لمشايخ ومقادمة وأعيان مديريات وادي وصحراء حضرموت مع السلطة المحلية بالمحافظة في مدينة المكلا على عدد من المطالب الأمنية من وقف أعمال القتل ونشر قوات حضرمية في ربوع الوادي والصحراء، ومطالبة الأشقاء في التحالف العربي بدعم الأمن وترميم وتأهيل مقرات ومراكز الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مطالب حقوقية أخرى. وأكد البيان الختامي الذي أعقب اللقاء على وحدة لحمة أبناء حضرموت وتقديرهم العالي لإنجازات النخبة الحضرمية من انتصارات ساحقة على العناصر الإرهابية، مشددين على السلطة المحلية بضرورة توفير الخدمات الضرورية للمواطنين والاستفادة المثلى من إيرادات المحافظة لمصلحة أبنائها. وصول رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء الركن بحري عبد الله النخعي في زيارة رسمية لسيئون، بحسب تصريح صحفي له أنها أتت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من أجل الاطلاع على أوضاع المناطق العسكرية في حضرموت واستعداداتها للعام الحالي والخطط العسكرية والاحتياجات الخاصة لتمكينها لتنفيذ مهامها العسكرية.
هذه الزيارة أتت عقب مخرجات اللقاء التشاوري لمشايخ ومقادم وأعيان مديريات وادي وصحراء حضرموت لبناء رؤية أمنية لمستقبل الوادي والصحراء. يرى المراقبون أيضا أن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع لسيئون قد ينتج عنها المحافظة على استمرار المشهد الأمني على وضعه الحالي وتخيب أمال أبناء حضرموت في توحيد أمن حضرموت تحت منطقة عسكرية واحدة. تطورات وأحداث فرضها الواقع وسط دعوات ومطالبات بحثت بها أصوات المواطنين في الوادي والصحراء للمطالبة بنشر قوات حضرمية بعد استمرار حالة القتل والإنفلات الأمني وفشل القوات العسكرية بالمنطقة الأولى من حفظ الأمن فيها. أجرى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اتصالا هاتفيا بقائد المنطقة العسكرية الأولى للإطلاع على المستجدات الميدانية وسير العملية الاستباقية التي نفذتها أمس قوة مشتركة من قوات التحالف العربي ووحدات من المنطقة العسكرية، واستهدفت هذه العملية مداهمة أحد أوكار العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون في منطقة منخر بمديرية القطن. وحث الوكيل بن حبريش على مضاعفة الجهود والتحلي باليقظة الدائمة لتنفيذ كافة المهام التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين واستتباب سكينتهم، معبرا عن تقديره لكل التضحيات التي قدمها أبطال الوحدات العسكرية والأمنية وكذا تعاون المواطنين. أكد مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت ناصر القرزي أن قيادة مكتب النقل تقف على عاتقها عددا من المهام من نقل ركاب وتنظيم الفرزات وتحصيل إيرادات السلطة المحلية وإعداد الخطط والمشاريع التي تخص النقل وغيرها. وقال القرزي في مقابلة أجرتها إذاعة المكلا أن التسعيرة الجديدة التي أقرها مكتب النقل جاءت بعد عقد عدة لقاءات مع الجهات المعنية من نقابة الباصات والسلطة المحلية لمناقشة التسعيرة، وقدم مكتب النقل خلال ذلك عدة دراسات متكاملة ودقيقة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومع حساب الخسارة والربح، مضيفا أن هنالك جهات مع النقابات التزمت بالتسعيرة الصادرة من قبل مكتب وزارة النقل ورفضت جهات أخرى التنفيذ لتلك التوجيهات والتي كانت معمدة من السلطة المحلية، والذي استدعى بتدخل الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك حتى تمت الموافقة على الإقرار بالتسعيرة. يواصل برنامج التواصل من أجل التنمية الممول من قبل منظمة الطفولة اليونيسف نزولاته الميدانية، والذي ينفذه مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، ويشارك في البرنامج قرابة 260 متطوعا ومشرف ميداني من 5 مديريات من ساحل حضرموت المكلا وغيلبة وزير وحجر وديس الشرقية والشحر، بهدف تغيير السلوك العام لدى المجتمع ودفع المستهدفين نحو الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية في الجانب الحكومي. وأوضح مدير برنامج التواصل من أجل التنمية الأستاذ خالد الكلدي أن البرنامج في مرحلته الأولية والتي تستمر لمدة 3 شهور يقوم خلاله المتطوعون المشرفين بالنزول الميداني نحو المنازل وأنشطة خارج الجدران لتوصيل رسائل صحية وتغيير السلوك لدى المجتمع. صادرت لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بمديرية الشحر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كميات كبيرة من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، حيث بلغت كمية المشروبات الغازية التي تم ضبطها ومصادرتها من قبل لجنة التفتيش الغذائي المشتركة بمكتبي التجارة والصناعة والأشغال العامة وتحت إشراف السلطة المحلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر بما يزيد عن 5328 لتر، أي بمعدل 1776 قارورة فئة 300 ملي. هذا وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع مالكها واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه واقعة الضبط واستكمال بقية الإجراءات للشؤون القانونية بديوان السلطة المحلية بالمديرية.
تفقد المدير العام لمديرية بروم ميفع ناصر الشعيبي سير العمل لمشروع رصف وحماية السائلات بمدينة بروم التي يأتي بتمويل وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا. واستمع الشعيبي من المشرف على المشروع المهندس محفوظ باحشوان إلى شرح مفصل عن سير العمل وأبرز الأعمال التي سوف يتم تنفيذها ونسبة الإنجاز منذ بداية العمل في المشروع. من جانبه أعرب مدير عام بروم ميفع عن سعادته بهذا المشروع الهام لحماية بيوت المواطنين وممتلكاتهم من تأثيرات السيول العارمة. يواصل مكتب الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بساحل حضرموت نزولاتهما الميدانية للأندية المتأهلة للدورة الثمانية للنسخة السادسة من كأس حضرموت، حيث اطلع على استعدادات النادي الأهلي بغيبة وزير لمواجهة شباب القطن على ملعب الشهيد جواس بسيئون. وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة حسن مسجدي بجهود إدارة نادي الأهلي والجهاز الفني وكل المخلصين والمحبين والعاشقين للأهلي، متمنيا للنادي التوفيق في مسيرته ببطولة كأس حضرموت. من جانبه أشار مدير عام مديرية غيلبة وزير الدكتور عدنان حمران أن المديرية تضع كافة إمكانياتها لخدمة النادي وتسهيل مشاركته أملا أن يحقق النادي بطولة كأس حضرموت للمرة الثانية وتكون بداية لعودة التألق الرياضي في المديرية، وأنها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آخر حصصه التدريبية في الغيل، ويتوجه يوم غد إلى مدينة سيول ليواصل تحضيراته لخوض مباراة الذهاب بدور الثمانية عصر الجمعة المقبلة أمام نظيره شباب القطن. ضمن فعاليات المجلس الانتقالي بذكرى التسامح والتصالح وفاء للشهداء على درب الاستقلال، نظم المجلس مباراة لكرة السلة بين فريقي التسامح والتصالح. تفاصيل أكثر مع الزميل فادي حقان. تكتسب الأنشطة والفعاليات الرياضية أهمية كبيرة في المناسبات الوطنية التاريخية، ذلك كون الرياضة أكثر تفاعلا مع هذه المناسبات من قبل الشباب وتميزا في نجاح أي مناسبة. لهذا حرصت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ومديرية المكلا على إبراز مثل هذه المناسبات الوطنية بين أوساط الشباب، ومن بين تلك المناسبات ذكرى التسامح والتصالح بين أبناء شعب الجنوب الذي يحتفل بها الجنوبيون في 13 من يناير من كل عام. وفي مباراة رياضية سلوية تعد ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة بهذه المناسبة شارك فيها شباب نادي المكلا بفريقي التسامح والتصالح، جرت أحداثها على ملاعب الفقيد الراحل طاهر حاج بسعد بحي الشهيد خالد بحضور قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة وأيضا كذلك المديرية وأعضاء من الجمعية العمومية العامة على مستوى الجنوب، وكذلك شخصيات رياضية وشبابية، وأشرف عليها الكابتن أنور عبد الدائم رئيس لجنة كرة السلة لأندية الساحل. المباراة شهدت عرضا من المهارات السلوية في التصويب والتمرير والاختراق بين الفريقين، خاصة من فريق الناشئين الذي توج بكأس المناسبة. وعقب ذلك قام ضيوف المباراة بتسليم كأسا للفائز وكأسا للخاسر، ذلك دليلا على أن الفريقين كليهما متسامحين ومتصالحين في المناسبة. لقناة المكلا فادي حقا. بهذا التقرير مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يلتقي وفدا من منظمة أنترسوس الإيطالية ويثمن دورها الملموس في المحافظة. مطالب أمنية وحقوقية تمخض عنها اللقاء التشاوري لأبناء الوادي والصحراء مع السلطة المحلية بحضرموت. استمرار برنامج التواصل من أجل التنمية بهدف دفع المجتمع نحو الخدمات الطبية في ساحل حضرموت. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.